والبحرين لازم ما بيعملوا مجلس تعاون خليجي ولا يتعاونوا لا بالمال ولا بالتنمية ولا بالعسكر ولا بكل شيء إلا بيحلوا هذا الخلاف بالأول. هذا منطق مردود عليه، هذا منطق لا يمكن أن يقبله عاقل وسليم في المنطقة. نحن نقول إنه أهل المنطقة هم أدرى بشعابها، وهذا الحوار منتدى الحوار العربي الإيراني الذي أرأسه وأفتخر به هو من أجل زرع الثقة والطمأنينة والقبول بالآخر كما هو. نحن قبلناكم كما أنتم، إمارة، مملكة، وراثية، مستقلة، مرتبطة، تابعة، معتدلة، متطرفة، ما بعرف حليفة مش حليفة، ولكن على الأقل عندما يكون الحرب أو السلام لا يمكن أن تأخذوا قراراتكم لوحدكم في الحرب والسلام. إسرائيل وأمريكا تستهدف هذه المنطقة، وأنا أقول لك اسمح لي معي أخ حسين معلشي، الهدف الأساسي من كل هذه اللعبة هو السيطرة على المضائق، على مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والحرب في البحار والمياه، كل الباقي كذب في كذب. وحرب اليمن وحريق صعدة وتفخيخ الحربية السعودية وإدخالها في هذه الحرب وزجها في هذا الفخ، الهدف في كل ما يجري بما فيه هذا المنظومة وهذا التصعيد هو السيطرة على البحار وعلى هذه المضائق العربية والإسلامية. أمام هذا الخطر يجب أن نمد يدنا إلى بعضنا البعض ونتوحد في وجه الأجنبي الذي يريد أن يسيطر على مخدرات. تفضل دكتور العجم. اسمح لي. اسمح لي يا أستاذ. أول شيء تحدث عن الدفاع الإقليمي، نوع من الدفاع بيننا وبين إيران فقط. يعني هذا الكلام كان يتجاوز حقيقة كبيرة، أن طاقة العالم موجودة لدينا. من سيرضى أن نكون نحن وأنتم فقط من يدافع عن هذه المنطقة؟ هناك اهتمامات دولية أخرى، هناك قوة ترى أن يكون لها دور في حماية وقود العالم، ولكن ليست معروضة للمزاد العلني لمن يريد. من جهة أخرى أعتقد أننا نقلق كما تقلقون، وأنا تحدثت يمكن قبل أسبوع عن خطر جديد يهدد الخليج وهو الغواصات الإسرائيلية، فنحن نقلق كما تقلقون على الخليج العربي، ونتمنى أن نصل في فترة قريبة جدا أن يعم السلام في الخليج العربي وأن نكون قادرين نحن وأنتم على حماية منطقتنا. لكن هذا ينافي الكثير من الأمور، يعني ينافي حسين ما هو قائم حاليا من وجود النفط، من لعبة الأمم، من يعني أمور يعني كثيرة أنا استطيع تجاوزها بهذا البساطة. يا سيد حسين، على أمرها إلى هذا الحد، يعني عندما يا سيد حسين اسمح لي بسؤال واحد، منطقة الخليج الفارسي مغلوب على أمرها لا تستطيع أن تقرر أي شيء؟ نعم تفضل سيد حسين. ما دمنا نملك نفط العالم، فأعتقد يجب، لا يمكن تجاوز حقيقة أن وقود العالم موجود في هذه المنطقة ولن يترك لنا حتى نتصرف فيه كما نشاء. سيدي ومولاي، هذه الطاقة ليست معروضة للمزاد العلني. نحن لسنا محطة بنزين أو محطة غاز، نحن دول لها حضارات ولها هوية ولها فكر ولها سياسة ولها إرادة مستقلة تصدر من عواصمنا. نحن مش محطة بنزين نبيع لمن يريد بأي سعر كان وبأي شروط كان، هذه نحددها نحن أولا هنا. هذا واحد. اثنين، أنت تقول أنه نحن نريد أمن واستقرار في هذه المنطقة. الأرقام الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن السعودية والإمارات لوحدها خلال السنتين الماضيتين صرفتا 25 مليار دولار على التسلح. من أجل من؟ في مواجهة من؟ قل لي إذا كان العدو هو جاركم أم إسرائيل؟ إذا كان العدو هو إسرائيل فلماذا لا تعلنون أنكم أنتم وإيران في جبهة واحدة مقابل هذا الخطر الذي يحمل 200 رأس نووي؟ أما 25 مليار تشترون لهذه المنطقة من شان نصرف أموال هذه المنطقة خلافا للتنمية البشرية، خلافا للتنمية العلمية، خلافا للتنمية للمنطقة والتعاون في المنطقة، ولا نقبل أي عرض من إيران ونقلق منها. أما الوزراء الإسرائيليون يأتون إلى عواصم المنطقة ويغتالون من يشاءون في هذه العواصم كما حصل في دبي، هذا خارج المعقول ولا يمكن أن يقبل به أي عقل عربي في هذه المنطقة أو أي عقل حر أساسا في العالم، فكيف به عربي أو مسلم؟ طيب
طيب يعني لدي حوالي دقيقتين، دقيقة لك دكتور العجم، دقيقة للدكتور العجمي وسأعطيك دقيقة دكتور هاشم. تفضل دكتور العجمي. يتهم الأستاذ محمد الحسيني دول مجلس التعاون بالدخول في سباق تسلح أو آرم بلدب أو تكديس الأسلحة، ويقر في نفس الاتهام الذي تحدث فيه، يقر بأنه بدأ منذ عامين. لنراجع ماذا حدث منذ عامين. أنا قلت على سبيل المثال ماذا حدث منذ عامين. أنت أجبني على هذا السؤال حتى تعرف من أين بدأ القلق الخليجي والبدء في تكديس أسلحة من نوع واحد. لم يبدأ منذ عامين، ليس صحيح. لم يبدأ منذ عامين، أنا قلت لك فقط مثل لدولتين منذ عامين. من المناورات والصواريخ ليس صحيحا. هو هكذا يقول. طيب لدي أقل من دقيقة دكتور هشام. من عسكر المنطقة انطلاقا من ما دار من نقاش، يعني من نقاش حول ما يجري الآن في المنطقة؟ يعني كما تفضل حضرة العقيد وقال واعترف أن هذه المنطقة كونها تملك الطاقة وطاقة العالم، أمريكا وضعت يدها وهي التي عسكرت المنطقة لأنها تريد أن تسيطر على الطاقة، وحربها ضد العراق كانت واضحة جدا للسيطرة على الطاقة. وجدت أرضية، شيء طبيعي جدا، وحربها في أفغانستان أيضا للسيطرة على النفط في بحر قزوين، شيء طبيعي جدا. أقول كلمة أخيرة، دول الخليج لها الحق على إيران بحسن الجوار، وإيران لن تبدي أي مظاهر عدائية ضد دول الخليج، فلها مصلحة في هذه المنطقة من العالم أن تعقد حلفا معها قبل أن تعقد حلفا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء واضح جدا. مركز الشرق الأوسط للدراسات، شكرا جزيلا لك. شكرا لضيفي من الكويت المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج العقيد الركن الدكتور ظافر محمد العجمي، طبعا شكرا لضيفي من طهران الخبير في شؤون الأمن القومي السيد محمد صادق الحسين. نلتقي في حلقة قادمة مع حدث جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.